السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. صحيفة إيطالية: يرفعون رؤوسهم من جديد، الحوثيون يستأنفون بث الرعب في البحر الأحمر. وإلى التفاصيل. قالت صحيفة إيطالية أن البحر الأحمر أصبح مخيفا مرة أخرى على خلفية استئناف الحوثيين لهجماتهم. وأضافت صحيفة يل تيمبو اليومية الإيطالية في تقرير لها ترجمته البوابة الإخبارية اليمنية: مع استئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين بعد هدوء نسبي استمر أسبوعين، عاد الحوثيون ليرفعوا رؤوسهم من جديد في البحر الأحمر من خلال تنفيذ 3 هجمات ضد سفن أمريكية وإسرائيلية. وبحسب التقرير، كان مسلحو الحوثي قد نشروا قبل أيام قليلة على قنواتهم الرسمية بيانا جاء فيه: نأمل أن تكثف القوات المسلحة عملياتها ضد السفن الصهيونية والمرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي. وقالت بعثة يونافور إسبيدس إن الانخفاض في الهجمات المؤكدة في الأسابيع الأخيرة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن لا ينبغي أن يتجاهل حقيقة أن الحوثيين ربما لا يزال لديهم القدرة على شن هجمات. في السياق، قالت مجلة شيب ماج الإيطالية المختصة بالموانئ والخدمات اللوجستية والبحرية أن استمرار الهجمات الحوثية على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس لا يستبعد أن تؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بعد ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع إبريل الحالي. ورد طهران على هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وصاروخ نحو الداخل الإسرائيلي. وأضافت: رفض الحوثيين إعادة النظر في هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة في البحر الأحمر حتى تنهي إسرائيل عدوانها في قطاع غزة. وتابعت: أعلن متحدث باسم الحوثيين في وقت متأخر من أمس مسؤوليته عن الهجمات على سفينتين ميرسك يورك تاون، وهي سفينة حاويات ترفع العلم الأمريكي وتديرها شركة ميرسك لاين والتي تعمل بموجب عقد مع الجيش الأمريكي، وسفينة MSC فيرا كروز المسجلة في البرتغال وتعرضت للهجوم في المحيط الهندي. ويعرف الحوثيون مرة أخرى سفينة MSC بأنها سفينة إسرائيلية، ويقولون إن سفينة حربية أمريكية شاركت أيضا في هجمات اليوم سيكون مدمرة. وتابعت الصحيفة: قال الحوثيون إنهم لن يعيدوا النظر في هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر إلا بعد أن تنهي إسرائيل عدوانها على قطاع غزة. وأرسل الحوثيون الذين يسيطرون على المناطق الأكثر كثافة سكانية في اليمن إشعارا رسميا لمسؤولي الشحن وشركات التأمين عما وصفوه بحظر السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا من الإبحار في البحار المحيطة بها. أشكركم على حسن إصغائكم ومتابعتكم، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.